سليل الرافدين الفنان العراقي كاظم الساهر تطأ قدماه مجددا ركح مسرح الهواء الطلق في سهرة من سهرات الكازيف التي ينظمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام، فيسقي من ماء دجلة والفرات ومن خلال كلمات عذبة قلوب الحاضرين من جمهور يحسب له ابن الموصل ألف حساب ويقطع من أجله آلاف الأميال. يا جمهوري صعب، أنا جمهوري مشكلة كبيرة على فكرة، جمهوري يناقشني في، صار يناقشني حتى في التوزيع، صار يناقشني في إذا حركة إذا كسر في الوزن الشعري، إذا حرف واحد ناقص بالوزن الشعري يبعث لي رسالة لا كاظم هذا كذا. وأنا أحييهم طبعا على ثقافتهم، وعلى أنا دائما أقول الشعوب بالوطن العربي مثقفة جدا وواعية ومتذوقة للموسيقى، فأكيد ما يصح إلا الصحيح. الشاعر نزار قباني وإن مات فالشعر باق، أو هكذا أراد أن يقول قيصر الأغنية العربية كما تصفه بعض الأوساط في تلميح لاستعداده التعامل مع كتاب الكلمة الراقية. في عندنا شعراء الآن في الوطن العربي أيضا ممتازين، وفي شعراء قضية ويحاولوا يوصلوا صوتهم ويدعموا شعوبهم. أتمنى لما شاعر عربي يقدم لي قصيدة فأكيد أنا اللي أبحث عن الشعر، وأتمنى يوم الأيام أنه أنا ألتقي بهذه القصائد الجميلة. للفنانين ورثة ولضيف الجزائر صوت جزائري اكتشفه في برنامج The Voice، وقد يكون وريثا له ليتحدث باسم فنه ذات يوم. كان مدربي في البرنامج The Voice، والآن راني يعني نعمل أنا وياه وحفل أنا وياه، هذا شرف كبير لي وشرف لبلادي وشرف للجزائر وفرحة لا توصف. والله نقول لهم مازال الدنيا بخير ومازال الجزائر بخير، وعندها فنانين كبار وفنانين يعني يستاهلوا الدعم. حضر الحفل جمهور عريض إلى جانب مسؤولين كبار، وتحت الأضواء الكاشفة وبين كاميرات تلفزيون الشروق التي ملأت المكان تفنن كاظم الساهر في أداء أشهر أغانيها، فتفاعل معه الجميع، تارة يسترسلون في الخيال وتارة أخرى يندفعون للرقص فيهزون بذلك أركان القذيفة.